صباح الخير وصباح النور وصباح الترانيم الجميلة. أنا رانيا اللي بتحب دايما تصبح عليكم، وبرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بيت الترانيم. بيتنا مش زي أي بيت، احنا بنينا 5 طوبات في خلال 5 حلقات، واستمتعنا بمعنى العبادة والسجود والصلاة والشكر والتوبة. والنهاردة هنبني الطوبة الستة في بيتنا، هنتكلم عن التجديد. التجديد صفة مهمة جدا من صفات الإنسان المؤمن اللي بيبني حياته هنا على الأرض عشان يطلع بيها فوق في السماء. بس خلونا قبل ما نبتدي الحلقة نصلي مع بعض. يا رب بنشكرك من أجل تعليمك لينا، بنشكرك من أجل كلمتك، بندعو يا رب روحك القدوس على حلقتنا النهاردة، وإحنا واثقين إنك بتسمع وبتستجيب. أمين. لما اتكلمنا عن التوبة اتفقنا إن إحنا لازم نعترف بكل خطايانا، وده شيء صعب. وكون إن أنا أكتشف الغلط بتاعي وأحاول أصلحه وأجدد منه ده شيء صعب جدا. كون إن أنا بقى أعيش حياة التجديد دي باستمرار كل يوم ده شيء شبه مستحيل. لكن بالنسبة للإنسان المؤمن اللي بيبني صفاته كل يوم أكيد ده مش مستحيل. النهاردة هنتعلم يعني إيه التجديد. التجديد هو إن أنا أبتدي أمارس حياتي اللي أنا فعلا بوريها للناس إن أنا اتغيرت من جوه. أنا تبت واستمتعت ببركات التوبة، بس أنا النهاردة بغير من نفسي خطوة خطوة، بمشي كل يوم خطوة لقدام نحو السماء، وده مش سهل. التجديد معناه أولا إن أنا بجدد أسلوب تفكيري، يعني تفكيري ما بقاش زي الأول. أسلوب حياتي، إذا كنت ما بقراش الكتاب المقدس كل يوم فأنا لازم أطور من عاداتي الكويسة، ببتدي فعلا أشوف نقاط الضعف وابتدي أحسن منها. تفاصيل حياتي اليومية بقى مهمة جدا، لأنه طول ما أنا جنب أصحاب بيساعدوني وبيرفعوني أكيد ده هيسهل عملية التجديد. لكن لما أكون محاطة بنفس الأصدقاء اللي كانوا معايا أيام الخطية فده بيصعب قوي عملية التجديد. فأنا النهاردة عايزة أستمتع معاكم بفكرة التجديد، عايزة أشرح لكم سر حلو قوي. السر ده بيقول إنه أنا لما بتجدد بجد كل اللي حواليا هيحسوا بده، وهيبقوا مشتاقين هما كمان إن هما يتجددوا. في النهاية الفايدة بتكون ليا، بتكون للي حواليا، وبتمجد اسم الله. في تيتوس 3:5 بيقول ان احنا اتغسلنا وتجددنا بالروح القدس. الله مش هيجدد قلبي وحياتي الا لما انا اطلب منه ده. لازم انا اطلبه بلجاجة، لازم اطلبه بالحاح شديد جدا، واقول له يا رب انا فعلا تبت وعايزة اتجدد وعايزة اعيش معاك حياة التجديد. الترنيمة اللي هنبتدي بيها الحلقة بتاعتنا النهاردة من أجمل الترنيم اللي أنا بحبها. كلماتها حلوة قوي، بتقول يا رب أنت إله قدوس، أنت بتكره الخطية، وإحنا كنا مندوس على النعمة الغنية، بعدنا عن الحياة وخرجنا من ديارك، دورنا على المياه وهي جوه أبارك. اخلق فينا يا رب قلب جديد، نفوسنا هترجع لك وصلاتنا هنرفع لك وبتوبة حقيقية، لأن الوقت الآن مقبول. تعالوا نسمع الترنيمة دي ونقولها فعلا من قلوبنا. انت إله قدوس وبتدي
ده الله مش بيحبنا بس وعايزنا نتوب ونستمتع ببركات حلوة، ده عايزنا نكون قديسين كمان زيه. ولو قرينا كلمته هنصدق الوعود بتاعته. تعالوا نقرأ مع بعض من أفسس 4:22 في رسالة الرسول بولس لأفسس، وفي الأصحاح 4 تعالوا نقرأ من عدد 22. أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهواته الغرور، اتجددوا بروح ذهنكم، البسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله، مخلوق بحسب الله في البر وقداسته وقداسة الحق. الله فعلا عايزنا نكون قديسين. الله بيحبنا قوي وعنده لينا أخبار مفرحة كتير قوي، عنده لينا خطة حلوة قوي رسمها بصورة جميلة جدا، لكن أنا للأسف بخطيتي بشوه الخطة الجميلة دي. بس أنا لما برجع له بقول يا رب أنا عايز فعلا أرجع عن الخطية ديت وعيش حياة متجددة كل يوم. ده مش سهل، مش سهل أبدا، ده صعب جدا وبيحتاج مني مجهود كل يوم في كل موقف بقابله ومع كل مجموعة من الناس أنا بقابلها. فحلو قوي إن إحنا في كل يوم ببتدي يومي بطلب معونة، بقول يا رب أنا فعلا عايز أعيش روح التجديد معاك، بس لوحدي مش قادر، عايز أكون قدوس زي ما أنت عايز بس لوحدي مش هقدر. كلمة الله لينا كل يوم بتدينا قوة حلوة قوي. لما بقرأ كلمته كل يوم واستمتع ببركة حلوة قوي ووعد جديد، ده بيديني أنا فرح وبيديني أنا قوة بتنعكس كمان على اللي حواليا. المجتمع اللي أنا عايشة فيه بيبتدوا فعلا يشوفوا فيه تغيير، وتغيير دايما إيجابي مش سلبي، فكلهم بيبقوا بيسألوا التغيير ده جه منين؟ التغيير ده جه لأن أنا قررت أني أسيب الماضي وقررت أني أعيش حياة حلوة قوي اللي ربنا عايزه ليا، مش اللي أنا عايزاه لنفسي. لأنه دايما البني آدم بيميل لشهوات العالم، لكن اللي فيه روح ربنا بيبقى دايما عنده إحساس حلو قوي ناحية كلمة الله، ناحية القداسة، ناحية العيشة الحلوة قوي. النهاردة فعلا نفسي كل واحد فينا يفكر، هل أنا في عيب معين مش قادر أتخلى عنه؟ هل في حاجة صعبة قوي مش قادرة فعلا أبطلها؟ هحطها قدام ربنا في الصلاة وهصلي بإيمان شديد جدا وهقول يا رب غيرني من جوه، غيرني وخليني أكون دايما مستعد أني أتعلم منك وأعيش حياة التجدد باستمرار. الترنيمة اللي جاية بتقول بحياتي زي ما هي أنا جاي لك، مش هغير فيها حاجة، زي ما هي هحطها قدامك. تعالوا نسمعها سوا.
الله بيحبنا قوي، بيدينا شجاعة وبيدينا ثقة في النفس، وعايزنا نكون دايما جاهزين ندافع عن نفسنا ضد كل مكايد إبليس. في كل مرة هيكون في شيء بيعطلني عن لغة التجديد اللي هبتدي أتكلم بيها، تأكدوا أن ده هيكون من مكايد إبليس. لازم النهاردة ناخد قوة أكبر، ولازم نبتدي نفكر إيه اللي ممكن يقربني من الله علشان فعلا أمشي في الطريق ده. لازم نعمل تدريب مهم جدا. التدريب ده هو مقاومة الإغراءات. الشخص مثلا اللي بيشرب لازم يبعد عن أي شوارع فيها محلات بتبيع خمور. الشخص اللي بيشرب سجاير مثلا لازم يبعد عن كل الأصدقاء اللي هو كان بيشرب معاهم سجاير. الشخص اللي كان بيسرق لازم يبعد عن أي حاجة ممكن تكون بتغريه للسرقة. كل واحد فينا عنده ضعفات وعايز يعيش فعلا روح التجدد، يبقى لازم يفكر إيه اللي ممكن يكون بيبعدني عن السماء، إيه اللي بيبعدني عن روح حلوة قوي، روح الشركة مع الله. وابتدي أعيد حساباتي مرة تاني، وابتدي أفكر لازم أقاوم الإغراءات. في الصلاة الربانية بنقول له ولا تدخلنا في تجربة. يعني كل مرة بصلي فيها بقول يا رب ابعد عني التجارب، ابعد عني الأماكن اللي ممكن تغريني، ابعد عني الحاجات اللي ممكن تكون فعلا بتغريني ان انا اكسر الوصية. في ترنيمة اطفال حلوة قوي انا بحبها جدا، اسمها عارف اللي يبص في مرآة. انا واثقة ان كل الاطفال الصغارين اللي بيسمعونا دلوقتي مبسوطين وفرحانين وعايزين يسمعوا، بس احنا نوعدكم من الفترات اللي جاية هيكون في ترانيم اطفال اكتر كمان. تعالوا نستمتع سوا بالترنيمة دي، عارف اللي يبص في مرآة. صوت الله هتكون زيه وهتنسى، زي البذرة على الحب.
أتمنى تكونوا استمتعتوا بترنيمة الأطفال، وأحب أذكركم أنه الله مش هيجددنا إلا لما إحنا نطلب التجديد ونسعى إليه بكل فكرنا، بكل تفاصيل حياتنا، بكل حاجة أنا فعلا عايزة أغيرها. الله فعلا بيحبنا جدا وعايز يغيرنا، بس مش هيغيرنا إلا لما إحنا نطلب التجديد. مطلوب تجديد للذهن، مطلوب تجديد لحياتنا وعاداتنا اليومية. نحط كل ده بين إيدين ربنا، ونحن واثقين إن هو فعلا هيجددنا يوم بعد يوم. في رسالة بطرس الأولى وعدد 15 و16 في الأصحاح الأولاني بيقول: كونوا قدسين كما أنا قدوس. الله عايزنا نكون مقدسين زيه، عايزنا قدسين فعلا زي ما هو عايز. أنا فعلا عايز أشجعكم النهاردة أن كل واحد فيكم يراجع نفسه، يراجع تفاصيل حياته، وهو هيكتشف إيه اللي محتاج يتغير عشان يوصل للدرجة أنه يكون قديس زي ما الله عايز. أنا كنت مبسوطة بيكم قوي النهاردة، وإحنا دلوقتي هنبني الطوبة الستة في بيتنا اللي هنبني فيه صفات الإنسان المؤمن اللي عايز يعيش زي ما الله عايز، وهناخد الصفات الحلوة دي معانا فوق. عندكم أي أسئلة، أي استفسارات، منرحب بيها جدا. رسلونا على البريد الإلكتروني اللي قدامكم، وإحنا منتظرين كل استفساراتكم. آخر ترنيمة هنختم بيها النهاردة ترنيمة حلوة قوي، بتقول له: يا رب قلبي بينبض من جديد، أنا خلاص طبت ومش عايز أعيش في الخطية مرة تاني، عايز أعيش حياة التجديد باستمرار، عايز أنظف ذهني، عايز أنقي قلبي، عايز أعيش زي ما أنت عايز مش زي ما أنا عايزة. بقول له: يا رب قلبي بينبض من جديد وبيدعوك يا حبيب. أنا عارفة إن أنا بعدت عنك، وعارفة إن أنا كنت خاطية، وعارفة إن أنا ما كنتش أستاهل محبتك، لكن يا رب أنا بجيلك النهاردة بقرب منك، وعايزة أستمتع فعلا بحياة متجددة معاك. تعالوا نستمتع بآخر ترنيمة معنا، وأتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش صلوا من أجل بعض، وربنا يبارك حياتكم. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.
يدعوك يا رب المجيد. اعلموا اني شربت حتى حبك تركت، واعتمدت واتكلت على حب الاخرين، فتعبت اذ وجدت انه ليس